ليفربول وتشيلسي وفوز صعب بهدف فان دايك، شايف المباراة دي ازاي؟ والله زي ما حضرتك قلتي كان الفوز صعب جدا، لكن الحقيقة استمتعنا بمباراة من المستوى الرفيع. ليفربول كان هو البادئ بالتسجيل والهجوم، ومن بداية المباراة أظهر نيته أنه هو ياخد الكاس رغم أنه كان عنده غيابات كتير جدا، أبرزها طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح كان عنده إصابات كتير، أليسون بيكر حارس المرمى، دييجو جوتا، الحقيقة كان عنده نص فرقة تقريبا غايبة امبارح. لكن الروح اللي بيديها يورجن كلوب المدرب الألماني الشهير لفرقته حتى ولو كانوا لعيبة صغيرين أو جايين من أكاديمية ليفربول ظهرت من بداية المباراة، ولقينا ان هم البادئين بالهجوم على فريق تشيلسي وقدروا يعني يفرضوا عليه شخصيتهم من بدايه المباراه. علشان كده ليفربول انا شايفه الحقيقه اجمالا رغم ان هم وصلوا الى وقت اضافي والجول جه في الدقائق الاخيره، يعني اجمالا ليفربول استحق الفوز. طب رايك في الطريقه اللي اعتمد فيها كلوب مدرب فريق ليفربول امبارح في هذه المباراه، شفتها ازاي؟ قدر بيها فعلا ان هو يحقق فوز؟ يعني نتيجه 1-0 هل هي مرضيه بالنسبه له او بالنسبه حتى لجماهيره؟ بالنسبه له وبالنسبه للجماهير وبالنسبه للاعيبته كمان كان الفوز مهم جدا جدا باللقب ده، لان هم عايزين في اخر موسم ليورجن كلوب معاهم يهدوا لي بطوله او اكتر، فبطوله امبارح دي كانت احد البطولات اللي هم بيسعوا ليها. دي طبعا اول لقب في الموسم بتاع انجلترا بيكون الكاس الكارباو او كاس رابطه المحترفين، بعد كده طبعا بيجي الكاس الاتحاد الانجليزي والدوري، هما بينافسوا على كل الألقاب، عايزين في آخر موسم ليورجن كلوب يدوله الألقاب الممكنة. الراجل من 2015 مع الفريق عامل بطولات على كل المستويات، خصوصا البطولة دي تاني مرة يفوز بيها في 9 سنين تقريبا، وكلنا عارفين ان المدرب الألماني الشهير اعلن ان هو في نهاية الموسم هيمشي من ليفربول ويشوف مكان آخر. فالبطولة طبعا كانت مهمة جدا لليفربول، 1-0 2-0، المهم ان هو حقق المطلوب، المهم النتيجة. والحقيقة كان في ظروف صعبة قوي، يعني أنا هاخد من كلام جاري نيفل واحد من أساطير مانشستر يونايتد امبارح في الاستوديو بتاع سكاي البريطانية، بيسألوه بعد المباراة على رأيه، فقال لهم من العار أن تشيلسي يخسر أمام أطفال ليفربول، هو شايف أنه امبارح كان المفروض تشيلسي يفوز مستريح، فإن ليفربول بقيادة يورجن كلوب ينزل من بداية المباراة ويفرض شخصيته على تشيلسي ويجبره على التراجع، فده معناه ان بيلعب بشجاعه ايا كان اللعيبه اللي موجودين معاه وايا كانت النواقص. احنا بنقول امبارح في عناصر مهمه جدا غايبه عن ليفربول، المفروض ان تشيلسي امبارح هو اللي يبقى بادئ بالهجوم وبادئ بالتسجيل، لكن ده ما حصلش الحقيقه. هو برده تشيلسي كان في وقت كان بيمثل خطوره على مرمى ليفربول، وفي نقطه زي ما حضرتك قلت كمان مهمه قوي المفروض ان احنا نبص لها ونحاول كده مش نتعلم منها، نفهم ايه اللي حصل فيها. فكره اداره يورجن كلوب للمباراه مع كل الغيابات دي، زي ما كنت حضرتك بتتكلم فكره ان هو ادار المباراه بالناشئين بلعيبه صغيره، دي نقطه برده مهمه جدا ان احنا نفهم دي حصلت ازاي. بس مبدئيا برده تشيلسي كان بيمثل خطوره على مرمى ليفربول، لكن موريسيو بوتشيتينو المدرب الارجنتيني طبعا مدرب تشيلسي اعتمد على طريقه الهجمات المرتده ان هو يباغت ليفربول، يعني يسيب له الاستحواذ ويسيب له المساحات ويباغته بالهجمات المرتده، وفعلا قدر ان هو يشكل خطوره، ويمكن شفنا هدف لرحيم ستيرلينج النجم الانجليزي الشهير يعني بيلغى بداعي التسلل. وبالمناسبه الكره بتاعه تشيلسي اللي اتلغت دي انا عايز حكامنا المساعدين يتفرجوا عليها كتير قوي، لانه الحكم المساعد امبارح انا عايز اقول انه ممكن مليمتر او 2 مليمتر بس الفرق، ورجعوا للفار فيها واكد ان الحكم المساعد على صواب. دي كره دقيقه جدا تحتاج ان الحكام المساعدين بتوعنا يتفرجوا عليها علشان يشوفوا التمركز بتاع الحكم المساعد واليقظه عامله ازاي. فانا بقول انه تشيلسي كان معتمد امبارح على الهجمات المرتده في اوقات كتير من المباراه وبيشكل خطوره، لكن شخصيه ليفربول رغم الغيابات ورغم ان في 5-6 لاعبين اقل من 21 سنه بيلعبوا مباراه نهائي كاس الرابطه الانجليزيه في ملعب ويمبلي الشهير اللي بالمناسبه هيستضيف نهائي تشامبيونز ليج السنه دي ان شاء الله، الشخصيه كانت واضحه، والشخصيه دي انا بقول انها من المدرب بوتشيتينو، مدرب كبير طبعا، لكن برضو من الطرائف ان هو رغم انه درب توتنهام قبل كده ودرب باريس سان جيرمان طبعا الا انه ما خدش ولا لقب في انجلترا، فكان بيسعى امبارح ان ده يبقى اول القابه في انجلترا. لكن ارجع واقول انه شخصيه يورجن كلوب امبارح كانت ظاهره جدا جدا على فرقته.